حتى نسوي معلاق عراقي من هذا اللي يحب قلبكم بطريقة مميزة وجديدة، وأكيد راح تعجبكم أنا متأكد. أول شي راح نجيب أكيد كبدة الغنم فريش ويا القلب والرئة، يعني المعلاق بشكل عام احنا نسميه العراقيين يشمل كل هذه الأمور اللي هي القلب والرئة والكبد، بس اليوم أنا راح استخدم بس الكبد والقلب. إذا تحبون تسوون الرئة طبعا ما عندكم مشكلة، بس أنا اليوم حبيت أسوي بس الكبد والقلب. فنجيب الأول مالتنا المعلاق نقصصه بطريقة مرتبة، المعلاق جاهز عندنا. بعدين أكيد راح نجيب القلب نقصه هيك بالنص بهذا الشكل، ورما قطعنا المعلاق بهذا الشكل راح نخليه بماعون حلو مرتب، ونخلي عليه رشة ملح، فلفل أسود، وبهارات مال اللحم من هاي اللي يحب قلبكم، حتى بيها كزبرة دائما نقول، وكل شيء يعني مشكلة، وعصرة ليمون بسيطة، فص مال ثوم كبير بهذا الشكل، إذا عندكم فص ثوم صغير فد فصين، نضيف الثوم فريش، نقلب المواد شوية سوية هيجي. بعدين راح نخلي الزبادي، ملعقة زبادي كلش كافية على مود اضطر عندنا اللحم، رشة شكر شوية بحيث يصير عندكم مثل الزبد، نقلب المواد زين سوية بهذا الشكل، وراح نتبله لمدة ساعة بالثلاجة ونرجع نقلي. هنا طاوة حلوة مرتبة ونخلي بيها زيت. نبدأ أول شي نحمس البصل، فد بصلاية كبيرة نقطعها إلى مربعات صغار، نحمس البصل أول شي لحد ما نحمره، نخلي البهارات مال اللحم نفسها للبصل، نبدأ ننزل المعلاق ورا ما تبناه لمدة ساعة بالمواد اللي خليناها، طبعا الريحة ما أقدر أقول لكم شنو. نحمسه ويا البصل بهذه الطريقة لحد ما نكسبه، مو نحرقه نكسبه، نخليه شي مثل الكريسبي يصير من المواد اللي خليناها اللبن والترتيبات. يعني تقريبا يكون بهذا الشكل نفس ما تشوفون هيجي مرتب وحلو وكريسبي. هسه شو نسوي؟ تمن ابيض بزمتي نخلي عليه المعلاق بهذا الشكل نوزعه، ونخلي المكسرات مالتنا الصنوبر واللوز والفستق وهالترتيبات الحلوه تنطي منظر وطعم كلش طيب. وهنا عندنا المعلاق على طريقتي الخاصه جاهز، نبدا نجربه ونقول بسم الله. ناخذ هيجي شويه ويا المكسرات معلاق وتمن، طعم المعلاق العراقي بس بنكهة مختلفة، يعني التتبيلة اللي سويناها للمعلاق شالت من عند الزفرة، انطتنا طعم يعني بنكهة الليمون واللبن والبهارات اللي خليناها، يعني سويت لكم يا شلون الزبد، احنا نقول شلون الزبد يموع بالحلق، بالطريقة اللي سويناها معلاق ويا التمن طريقة جديدة ومميزة، طعم بصراحة طعم رهيب. وإذا عجبتكم طريقة تحضير المعلاق على طريقتي على طريقة بينو فود، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة ومميزة. أنتظر رأيكم بالتعليقات، في أمان الله.